معنا عبر سكايب عضو كتلة الوسط النيابية النائب علي درويش. يعطيك العافية أستاذ علي. يعطيك العافية ست كاتيا ولجميع مشاهدي تلفزيون لبنان. بداية، يعني هل تبلغ الرئيس ميقاتي رسميا دعم الرئيس سعد الحريري ورؤساء الحكومات السابقين لتولي رئاسة الحكومة العتيدة؟ بالمرحلة الحالية لا شك أنه موضوع تشكيل الحكومة هو موضوع أساس، والرئيس ميقاتي كحضور وكقامة وطنية من الطبيعي بعد اعتذار الرئيس سعد الحريري أنه يكون الاسم مطروح. على المستوى الرسمي حتى هذه اللحظة ما في شيء يعتبر أنه في صيغة رسمية. دولة الرئيس نجيب ميقاتي لا شك أنه هو دائما بالصيغة الوطنية اللي بيفكر فيها مستعد لتلقف أي أمر أو واجب، إنما لا شك أنه كمان في عنده عدة نقاط. النقطة الأساسية في عندك رؤساء الحكومات السابقين اللي هو جزء من هذا التجمع وهذا اللقاء، فبالتالي بده يكون في رأي لرؤساء الحكومة السابقين وهو جزء منهم، فبالتالي هذا يعتبر أحد النقاط الأساسية اللي وجب أن تتوضح. ثانيا، في كتلة الوسط المستقل اللي برئاسة دولة الرئيس كذلك الأمر في مشاورات بالمرحلة حالية، وعلما أن الواقع اللي عم نعيشه كما ذكرت بمقدمتك ست كاتيا أنه وضع البلد وصل لمرحلة يعني جد حرجي، وبالتالي تقريبا صرنا كل شيء توقف، فبالتالي بدنا اختراق لهالجدار يعني الصعب، وهذا أمر منه سهل، إنما بالبداية بيكون في صيغة حكومة. ومثل ما ذكرت يعني الرئيس ميقاتي دائما هو حاضر بهالأمر، إنما في عدة مشاورات وأساسا يعني تجمع رؤساء الوزارة السابقة. أستاذ علي، يعني ما هي الضمانات التي تجعل الرئيس ميقاتي يقبل بهذه المهمة، وماذا لو واجهت الرئيس ميقاتي نفس العقبات التي أخرجت للرئيس الحريري؟ هلأ حقيقة في تجارب حدثت وخاصة في المرحلة الأخيرة بالنسبة للعرقلة، ولا شك أنه في عنا واقع لبناني سياسي مأزوم. نعم. وهذا الواقع اللي عم نعيشه يعني في إله تبعات وفي انقسام سياسي لا شك في البلد. إنما دولة الرئيس نجيب ميقاتي لا شك أنه هو في عنده يعني عدة نقاط وجب بحثها قبل ما يكون هذا الأمر يعني نهائي، فبالتالي بعتقد أنه هلأ حاليا نحن هلأ حاليا من هلأ لفترة زمنية قصيرة، وقد تكون حتى الأحد مساء في مروحة اتصالات، لا أنه عملية تشكيل الحكومة لا تكون عملية تشكيل الحكومة ونقطع صدر. عملية تشكيل الحكومة مسألة خطرة جدا بهالمرحلة، مسألة بتحتاج لكمية هائلة من الدعم، وبدك رافعة لا بالرافعات حتى يكون في مهمة ناجحة. عدا عن ذلك بتعرفي أنه صيغة رئيس ميقاتي صيغة نجاح، فبالتالي لن يرضى إلا أنه يكون صيغة نجاح. نعم، من المنطلق الذي ذكرته سعادة النائب، يعني إذا سارت الأمور هل تتوقع ولادة قريبة جدا لهذه الحكومة، والبعض يقول أنها يعني قبل الرابع من آب؟ للصراحة هذا ما نتمناه، هذا ما نتمناه جميعا وما يتمناه كل اللبنانيين، لأنه عملية تشكيل حكومة إلى حد ما تعطي صدمة إيجابية، واحد اثنان على الأقل بتباشري بعملية يعني إجراء الإجراءات اللازمة على الأقل يعني وقف التدهور. إنما بعتقد الأمور بصيغة تشاور وبحث، فبالتالي ما في خواتيم حتى الآن، حتى هذه اللحظة ما في خواتيم واضحة المعالم. الأمر مرتبط بمجموعة عوامل من ضمنها كيفية صياغة يعني أو إعادة صياغة المبادرة الفرنسية، من ضمنها القوى السياسية اللبنانية ومواقفها تجاه الاستحقاق، كان بالنسبة لموضوع رئاسة الحكومة وشخصية الرئيس، وكان بالنسبة لموضوع عملية تشكيل الحكومة، وبالتالي كذلك الأمر في مواقف سياسية على المستوى الداخل. فبالتالي بعتقد يعني في كثافة اتصالات تجري في الكواليس وفي العلن هلأ بهالمرحلة، ولا شك أنه في روافع مطلوبة، ولا شك في معابر إلزامية مطلوبة حتى يكون في مثل ما ذكرت أنه صيغة نجاح للحكومة، لأنه نحن نصب لحكومة ناجحة وليس غير ذلك. يعني سؤال أخير، وفق المعطيات التي لديك، يعني ماذا عن رئاسة الحكومة وعن الأحزاب الأخرى وعن باقي الكتل، يعني هل تتوقعون أن يكون هناك إيجابية في هذا الموضوع؟ يبدو كل الكتل السياسية حتى هذه اللحظة عندها يعني عندها تكتم عن أن تعلن عن يعني إن
الاسم او بموضوع البرنامج او رايه بهذا الامر. فبعتقد يعني حسب المعطيات المتوفره بيننا في قوى رئيسيه بالبلد هلا حاليا بصدد البحث بالعمق بهذا الموضوع. مثل ما ذكرت دولة الرئيس نجيب ميقاتي في مروحة اتصالات بمحل معين، نعم. وهو بالنهاية مثل ما قلت يعني دائما يتلقف أي مبادرة، إنما وجب أن تكون متكاملة وتؤدي يعني أكلها، يعني تؤدي المطلوب أنه تشكيل حكومة ورافعة حتى هالحكومة تكون فاعلة بمحل معين. أعتقد أنه بهاليومين في كثافة اتصالات إن كانت داخلية وكانت خارجية، وعلى أساسها بتتبلور المواقف ابتداء من السبت على ما أعتقد.